لكن ايضا تعود للجزيره علي مبخوت عدى فيها بشكل ممتاز هنا الى مسلم فايز ممكن هذه مسلم الكره العرضيه حاضره خطره الله شوف الكرة المرفوعة بشكل مثالي ورأسية أيضا جميلة تنحط في المرمى علي اللي خالي من الرقابة هل يترك لاعب مثل علي مبخوت خالي من الرقابة بهذه الطريقة بالتالي العقاب أتى بشكل سريع رأسية في المرمى يا سلام على الارتقاء يا سلام على الرأسية في مرمى محمد البارود الهدف الأول لمصلحة الجزيرة.